السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا ناس كتيره جدا اتكلمت معانا وسالونا عن منح لدول تانية في اوروبا غير المانيا. النهارده جايبين لكم منحه كويسه جدا 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 بتقدمها الحكومه الايطاليه، بتقدر تدرس فيها 3 شهور او 6 شهور او 9 شهور وتقدر المده دي تتجدد. طب بتدرس ايه؟ طيب ايه التفاصيل؟ طيب ازاي اقدم؟ كل ده هتلاقوه في الفيديو. ما تنسوش بس قبل ما نبدا نصلي على النبي، يلا ندخل في الموضوع. MAECI أو منحة إيطاليا للطلاب الدوليين. آخر ميعاد للتقديم بيكون يوم 30 يونيو إن شاء الله. طيب لو حضرتك عايز تسافر إيطاليا وتدرس ممكن تقدم في المنحة دي. هي منحة خاصة بالحكومة الإيطالية واللي بيقدم فيها الطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات، وبالمناسبة دي هي متاحة لكل الجنسيات العربية في أي دولة حضرتك كنت هتقدر تقدم فيها. انت بتدرس ايه؟ انت بتدرس فيها درجة الماجستير او الدكتوراه وبتكون في إيطاليا. المنحة دي بتشتغل على تعزيز أهداف الطلاب الأكاديميين واللي بيدوروا عن وظائف في او عن طريق إزالة الحواجز المالية من أجل تخفيض أو تغطية النفقات الدراسية. طب خلينا نتكلم إيه عن المنحة، يعني ندي لمحة بسيطة كده. مؤسسة أو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية اللي هي MAECI بتقدم منح لصالح المواطنون الأجانب والمواطنون الإيطاليون اللي بيعيشوا برا إيطاليا للعام الدراسي سنة 2023-2022 لتعزيز التعاون الدولي في المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية، وبرضو لتعزيز الإيطالية كلغة وثقافة ودعم النظام الاقتصادي الإيطالي وفقا لقانون عندهم رقم 288.55. طبعا دي معلومة يعني مش مهم ان احنا نقولها، بس احنا بنقولها عشان الناس تبقى عارفة هي بتسافر تبع ايه. ايه هو برنامج المنح بتاع الحكومة الإيطالية او ايه اللي يخليني اختار البرنامج ده؟ برنامج المنح الدراسية للحكومة الإيطالية ده بيقدم عدد من المنح الدراسية للطلاب الدوليين اللي عايزين يكملوا التعليم العالي في الدولة. تمنح المنح دي للسنة الأولى من الدراسة وهي قابلة للتجديد للحصول على أداء أكاديمي كافي. أنت بتاخد منحة لسنة واحدة وممكن تجددها عشان خاطر تقدر تحصل على أداء أكاديمي كافي. طيب يتم تقديم طلب المنح أو تقديم المنح لأربع مخططات دراسية مختلفة. ايه هي؟ دراسة الماجستير ودراسة او دورات التعليم العالي في الفنون والموسيقى اللي هي برنامج AFAM، ودكتوراه وبرامج البحث تحت اشراف اكاديمي في ايطاليا. خلينا نتكلم عن تفاصيل اكتر. الجامعة المضيفة هي المعاهد الايطالية او معاهد التعليم العالي في ايطاليا كلها. مستوى الدراسة اللي انت بتحصل عليه الدكتوراه او الزمالات او البحث او الماجستير. تغطية المنحة هي منحة ممنوعة. الجنسيات زي ما قلنا جميع الجنسيات. البلد المضيفة بتكون إيطاليا. مدة البرنامج بيكون 3 أو 6 أو 9 أشهر حسب نوع الدورة. طب إيه التمويل المقدم للمنحة دي يا فندم؟ التمويل المقدم للمنحة دي الرسوم الدراسية بيتم إعفاء الحاصلين على المنحة من دفع رسوم التسجيل والتعليم وفقا لسياسة كل جامعة. يمنح الإعفاء لدورات اللغة والثقافة الإيطالية اللي يجب عليها دفع رسوم. أنت كمان بتاخد تغطية صحية وطبية للمستفيدين من خلال التأمين الصحي والتأمين الطبي ضد الحوادث طوال مدة المنحة، لكن ما بيتمش التغطية ديت لو حد جاي عنده مرض موجود مسبقا، ما بيكونش تحت المظلة بتاعت التغطية الطبية دي. أنت كمان بتاخد راتب شهري أو راتب بدل شهري على المنحة بيكون 900 يورو على أساس ربع سنوي بتتحط لك في حسابك في البنك اللي انت هتعمل فيه حساب في إيطاليا. طب أنا عايز أقدم، إيه الشروط اللي المفروض تكون فيها عشان أقدم؟ أول حاجة أنا بتمنح المنحة الدراسية لبرنامج درجة الماجستير للمتقدمين اللي كملوا درجة البكالوريوس في بلدهم. يعني لو حضرتك واخد بكالوريوس في مصر أو في الأردن أو في المغرب أو في الجزائر أو في أي دولة عربية أو غير عربية أيا كان، تقدر تقدم على المنحة دي على طول. يجب أن تستوفي شروط القبول والمؤهلات الأكاديمية التي وضعتها الجامعة أو المعهد اللي أنت ناوي تقدم فيه.
المتقدم الذي يرغب في الحصول على درجة الدكتوراه يجب أن تفي الشهادة في إيطاليا بمتطلبات القبول والمؤهلات الأكاديمية التي أنشأتها المؤسسة الإيطالية برضو اللي هو هيقدم فيها. طب إحنا عندنا بنقدم على ماجستير أو دكتوراه؟ لو هقدم على الماجستير أو برنامج AFAM لازم يكون عمري وقتها ما يزيدش عن 28 سنة، بس لو هقدم عن دكتوراه عادي لو عمري وصل ل 30 سنة أقدر أقدم، بس فوق كده لا. يجب أن يكون الطلاب المهتمون بإجراء البحوث تحت إشراف أكاديمي دون سن الأربعين، يعني حضرتك وانت بتعمل البحوث ديت لازم يكون اللي بيتابعك هناك يكون سنه أقل من 40، ودي بيتهيألي حاجة عادية انك تلاقيها. يجب على المتقدمين الذين يرغبون في التسجيل في الدورات التي تدرس باللغة الإنجليزية إثبات الكفاءة في اللغة، يكون معك شهادة تثبت إن أنت بتعرف اللغة الإنجليزية كويس. ونفس الأمر لو هتقدم على الدراسة باللغة الإيطالية لازم شهادة كفاءة في اللغة الإيطالية. دي كانت الشروط اللي هم بيطلبوها. طيب أنا إزاي بقى بقدم؟ أول حاجة التقديم عن طريق الإنترنت، واوعى تروح لحد تقول له قدم لك عشان ما ينصبش عليك. حضرتك بتدخل على موقع أنا بسيبه لحضرتك تحت في الشرح بتاع الفيديو ده، بتفتح تعمل أكاونت عادي خالص زيه زي الفيسبوك مثلا، هتملى نموذج. بعد ما تملى النموذج ده هتكون عندك الأوراق والمستندات المطلوبة اللي هقولها لك دلوقتي، بترفعها كلها وبتبعتها لهم على الموقع ده، بتكون كلها PDF. نخش بقى في الأوراق المطلوبة أو المستندات اللي حضرتك عايزها عشان تقدم على المنح. شهادة التخرج بتكون مترجمة للإنجليزي، زائد بيان الدرجات برضو بيكون مترجم للإنجليزي. شهادة إثبات لغة إنجليزية زي ما قلنا في الأول. عدد 2 رسالة توصية من أساتذة جامعيين، من الأساتذة بتوعك في الجامعة اللي أنت أخذت منها الشهادة. نسخة من أول صفحتين من جواز سفرك، ولازم يكون ساري المفعول. لازم الاسم اللي في الجواز يكون هو الاسم اللي على كل الاوراق اللي حضرتك بتقدم. سيره ذاتيه يعني سي في يكون معمول على النمط الاوروبي. ممكن حضرتك تخش على الانترنت تكتب سيره ذاتيه على النمط الاوروبي وتنزل التمبلت ده وتملاه. اي مستند اضافي او شهاده او اثباتات تانيه حضرتك شايف ان هي ممكن تفيدك في ان انت تفوز بالمنحه دي على طول قدمها من غير كلام، انت مش مستني ان انا اقول لك ده. رسالة الدافع أو التحفيز، بيكون في مكان في الاستمارة اللي انت بتملاها في الموقع حوالي 1000 حرف. 1000 حرف ده مش هيكفي ان انت تقول اي حاجة، فانا بنصحك ان انت تكتبها PDF ما يعديش الصفحة ونص، وتكتب بس نبذة في المكان ده او في الصندوق ده ان انت رافقها مع الاوراق. طبعا انا بفكرك ان انت عشان تقدم ان انت تتقبل في جامعة ده منفصل تماما عن المنحة، فانت من ضمن الاوراق اللي هتطلب منك ورق القبول في الجامعه ديت. انت بتقدم عادي في اي جامعه ايطاليه انت شايفها، تمام، وتاخد الورق ده تدفعه للمنحه. بيكون عندك كحد اقصى 3 جامعات ممكن تقدم فيهم، وترفق الـ3 مستندات بتوع التقديم دول مع ورقك اللي انت هتكون رافعه على الموقع. طبعا احنا حاولنا نوضح معلومات عن المنحه وتفاصيل التقديم وتفاصيل الاوراق اللي مطلوبه. يا رب نكون وفينا. ان شاء الله باذن الله هيكون في منح اكتر. لو في اي حاجه واقفه قدامكم احنا هنستنى الكومنتس بتاعتكم او التعليقات بتاعتكم، ممكن تسالونا واحنا برضو هنجيب لكم ان شاء الله الطريقه الصحيحه. شكرا لكل واحد تابعنا، شكرا لكل واحد عمل لايك او شير او سبسكرايب او اكسبلور اللي انتم تسموه بقى بصراحه، هي اي حاجه منكم حلوه. شكرا جزيلا، نستناكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.